President Biden. الرئيس بايدن. Mr. Blinken. السيد بلينكن. Prime ministers and presidents of the European countries. هل تستطيعون سماعي؟ رؤساء الوزراء والرؤساء في الدول الأوروبية، هل تستطيعون سماع صرخات من مستشفى الشفاء، من مستشفى العودة؟ هل تستطيعون سماع صرخات الأبرياء، اللاجئين الذين يبحثون عن مكان آمن، الذين تم قصفهم من قبل قوات الاعتداء الإسرائيلية هذا الصباح داخل المستشفى، المستشفيات التي هي معابد الإنسانية والحماية؟ متى ستتوقفون عن هذا؟ أنتم جميعا شركاء في هذا.